السلام عليكم سيداتي سادتي، إن شاء الله أن تكون في أحسن الأحوال. لقد حلت ببلادنا واقعة مفجعة كما تعلمون، أدت إلى وفاة التفريان، وقد حزن عليه العالم والمغاربة داخل الوطن وخارجه، وإخواننا في المهجر في فرنسا الجزائريون خاوة خاوة، وكنا جميعا متأثرين بما وقع للطفل ريان، وكنا نتمنى نجاته، ولكن كل شيء بمشيئة الله، وكنا كأمة واحدة. باسم المغاربة خارج المغرب وإخواننا الجزائريون، تعازي لأهل الطفل ريان، إنا لله وإنا إليه راجعون، هم السابقون ونحن اللاحقون. إن شاء الله سيكون طير من طيور الجنة. أما بعد، أقول لكم إخواني أخواتي خارج المغرب وداخل المغرب، ما بعد وفاة الطفل ريان، ما بعد وفاة الطفل ريان ماذا سنفعلون ليتحسن الوضع، ولا لريان آخر ولا لطفل آخر؟ أتمنى من المحسنين أن يعملوا يدا في يد، وعندما تتاح لهم الفرصة أن يسافروا في عين المكان لتوعية الأسر والمساعدة لكل أسرة فقيرة في البادية أو المدينة، ومحاولة تجنب الخطر على الأطفال، ولكي تصل المساعدات لمن يحتاج إليها، ولا ليد غير آمنة. وشكرا جزيلا.